هو ده ابننا بركات؟ بركات سلام يا سيدي، هو يبارك ربنا فيه، اسمر خفيف الروح. اسود اسود مش اسمر. هو اسود ولا انا مش شايف يا خضرة؟ اسود يا رزق، ابننا وهدية ربنا، هو الغراب، هو السبب. الغراب؟ أي ما انا قلت لك اني اتوحمت على الغراب الاسود ويوميها عاتبتني على غراب. اتوحمتي يطلع الولد اسود بلونه؟ ما هو ده الوحم. مش هتشيل ابنك يا رزق، سمي بالرحمن يا سيدي. الوهم كما القدر، من يوم الدنيا بقت فيها ميات، والوهم هو الوهم. بركات هدية ربنا، نقبلها بقى ونحمده ولا انت شايف غير كده؟ ايه هو اللي انا شايفه؟ سيدي جاسم، سيدي جاسم، لقيت اخوك يا نجاح. اخويا راح، زعلوك بيصرخ وسط الناس اللي سيدي الامير عسقل قتل اخويا رباح. انت بتقول ايه؟ اخوك يا رزق الامير قتل العبد الفقير. فين الامير يا ولاد ياخد بطار عبده من اخوه؟ ايه اللي انت شفته يا زعلوك؟ انصف الغلبان يا امير، الكل بيقول انت الوحيد اللي فيهم راجل وعدل. انصف الغلبان حتى لو على ابوك. قتل اخويا ليه يا زعلوك؟ ده اللي معرفتوش، ولو اني من ليله امبارح شامم ريحه غدر وموت. ما مش اول مره امير يقتل عبد. يا جبير ده هو عبد اخوك، يمكن كمان الدنيا ما يسمعهاش. اصلك يا حرب ما سمعتش العبد دلوقتي قال ايه؟ انا ما قلتش حاجه يا جبير، ولا انت عايز راس الطير ولا يرموني احفر في المنجم؟ من غير مؤاخذه الحكايه بالظبط. ما تصرش، نتكلم في الخان بعدين. دنيا الاكابر زاد فيها العسل والطين. فين يا رزق؟ رايح اشوف عسقل يقتله ليه. السلطان جالك يا سيدي. سرحان ليه قتل قصادك يا مولاي؟ عمل ايه يا اخويا الغلبان الاخرس؟ انا قلت انده سيدك يا عبد. اخويا قتل رباح عندك في الديوان يا سلطان؟ الف حمد لله على السلامه يا رزق. هو كده رجع للهلاليه فارسها الكبير. ليه اخويا قتله؟ انا قلت اجب نفسي اطمن عليك واسعد برؤيه مولودك. الله، يعني لو قلت اتفضل ولا اقعد يا ابن عمي مش خصالك يا رزق. اوعك يا ستي. لا يا سعيد، لازم يشوف ابني وابن رزق الهلالي. ليه في الولد في الحرير يا سعيد؟ رباح اتقتل قدامك في الديوان ليه يا سلطان؟ خلينا نشوف الولد الاول يا رزق وبعدين نتكلم. لا يا سرحان، مش هتشوف ابني لما تتكلم. حصل ايه؟ ستي بعت سيدي بركات يشوفوا مولاي السلطان. رد الولد جوه يا سعيد. استنى يا جارية، ما تؤمرش في بيت يا سرحان. ظاهر زي ما قال اخوك عسقل، الغرور عماك. انت شايف ايه اللي بيجرح حواليك حتى في دارك؟ ايه اللي بيجرح حواليا في دار يا سرحان؟ وريني الولد يا جارية. ده تصرف وضيع ما يعملوش غير عبد جاهل. العبد اهو، كلامنا بعد كده في الديوان، ملناش كلام معاه غير قدام الأمرة. مش قبل ما اعرف الجواب على كل شيء. عايز تمنعني من الخروج ورافع عليا سيف؟ مش هتخرج قبل ما تنطق وتوضح. يوضح عسقل اخوك، يجيلك ويقولك اندقوا عسقل من بره، انا موجود. قتلت رباح يا عسقل؟ قول له يا عسقل، قول له يمكن يفوق ويلم جناحاته اللي فردها علينا. العبد قال الولد ابنه. خلاصي يا جارية. عن اي ولد بتتكلم؟ عن العبد الاسود اللي في بيتك، اللي اسمه منسوب ليك ولينا. حق عليك الموت، قتل اخوك بسبب عبد. انتوا قايلين لي كلامكم يا سلطان،
عارفين بتتكلموا عن مين؟ ردوا عليها، ردوا على خضرة مرات رزق الهلالي بنت الامير قرضاب الشريف امير مكة. كل العبيد شهدوا قدامي. مستحيل. شهدوا على ايه يا تعيس؟ شهدوا على ايه؟ سيب الغضب والغرور وفكر قبل ما نبقى مضغة في الافواه. توم اكيد اتجننتهم. مفيش فايدة في غروره يا عسكري. بس غروره المرة دي فيها لاك لي ولينا. هتردهم من دارك حالا. ايه؟ يطردنا؟ يا ما قلت لي عن ناسك وانا ما صدقتش، يا ما قلت لي خايف منهم على خضرة، وانا اقول لك دايما بالطيب وياهم، لكن انا اللي بقولها لك دلوقتي، اطردهم من دارك والا انا اللي هخرج وما ارجعش. بعد ده كله عايزاه يطردنا؟ رد عليها يا رزق. ايوه هرد، هرد بشافي او رزق يموت. اللطف من عندك يا رب. اللطف كده برضه يا رمال. ميه ونار وزرع على الارض اتحرق، وكبار بياكلوا ببعض وصغار بيدفعوا الثمن. انت بتتكلم عن مين يا رمال؟ ما توسع بالسكه انت كمان. هادي تباشير العطش والجد، الخسه والاطماع، واخ يغدر اخوه. اتاخرت لي يا جحش. خد نفسي بس. خد نفسك بعدين. ها سرحان عمل ايه مع رزق؟ رزق طرد السلطان يا مولاي، طرد السلطان. سمعه من بره هو بيزعق ويقول اخرج بره. يا خرابي، رزق طرد السلطان واخوه عسقل الاثنين مع بعض طالعين من الدار عينهم بتطلق شرار. ها يبقى ما صدقهمش رزق. ما صدقش. ايوه الظاهر ما صدقش، الله اعلم يعني. يبقى اللي رسمته كله تهد، ورزق هيدور على الكل واولهم انا. مش فاهم يا مولاي ازاي يعني. سرحان هيخاف يقول اللي حصل وهيسيبني الرزق استلقى وعدي. ولو ساعتها عرف ان انا برضو مش مهم. انت يا رزل، المهم انا هيستفرد بيا. يبقى لازم افضحكم ولسه الدم سخن. عبد يا راشد. في ايه تاني يا مولاي؟ انده لكبير المداحين. كبير المداحين؟ لا 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 لا، كبير الندابين. ده غير الجنود اللي سبقوا على مفارق الطرق يا مولاي. مين كان يتصور اعلام ان جيش الزناتي يخرج لرعاع الجبل؟ لو قلت لجيوش الاعاجم او تتجمع قصادي كل جيوش الارض، لكن لرعاع الجبل؟ مولاي قال اكذوبه وحتنتهي في لحظه. عوالي اعلام، عوالي ما تفلتش وعاوزها حيه. عوالي برضه اكذوبه ما تستاهل. مش كل شيء وهم او اكذوبه يا زناتي. الملكه يا علام. الملكه الام؟ انا مش شايف ولا سامع شيء. امي. اسمع لصوت قلبك وصوت يا زناتي. وزيري بيكرر كلامي مش اكتر يا امي. تقوله انت لكن ما تسمعوش منه او من غيره يا زناتي. كأني ده شيء عاوزة تحذريني منه يا امي. حيرتيني وياك. ما جيتش اكشف لك عن القدر هيتم. بس اللي انا فيه واضح. اهل الجبل فقدوا الصواب. فاكرين انهم. انا قلت ما تخافش، لكن ما قلتش تكون اعمى ما تشوفش ايه اللي حواليك حتى لو كان ضئيل. حقق وبص. دول رعاع. ممكن رعاع من هنا حواليك او من بعيد او من البحار او من السماء او من صحراء ملهاش حدود. مولاي الجند كده جاهزين. الملكه راحت. مولاي ما في وقت، خلاص اديهم اشاره يفتحوا الابواب. افتحوا الابواب.
تحول جبال تونس لنار ورماد، وانتهت كتبة عوالي أعلنوها في كل البلاد. وعزف السلاسل منتظر أوامر مولاي. جايبني في السلاسل من خلوتي يا زناتي؟ فكوه. إياك يا أعمى يا ملعون تكشف قصاده السر وتفسد كل شيء. لو حد غيرك كنت خليتهم دفنوه هناك، فاهم؟ خلاص، الخوف عرف طريقه لقلبك يا زناتي. أنا ما بخاف يا معزه. ده يتقتل فورا ولا نتركه يستمتع بالوقاحة أمام مولاي؟ ولنت تستمتع بإصدار الأوامر أمام مولاك. إيه بقى حكاية العبد الأسود ده يا أبو عزة؟ وإيه علاقة العبد بطير النار؟ أنا قلت اللي عندي، دور على العبد تعرف طريق الرد. تعني؟ لازم تعرف ان زناتي ما يهمه في الكون ده شيء، انا بسأل لمجرد الفضول. خدوه لحد ما انظر في امره. وتنظر في امرك انت كمان يا زناتي. لعين ورد مولاي عليه انه يتقتل. خلينا في اللي جرى من اهل الجبل يا اعلام. دي مؤامرة يا مولاي، وراها الاعاجم وترتيبهم. اسمع يا اعلام، اكتب لملك الاعاجم قل له طمعك في بلاد الغرب لان فيها الزناتي، ولو ثبت ان جنون عوالي كان وراها ايدك هتدفع الثمن غالي. اطمن يا مولاي اطمن، ملك الاعاجم بعت كبار الاطباء في مملكته. انا مش هموت. الموت لاعدائك يا مولاي. من غير اطباء مش هموت يا مولاي، بس انت لو تهدى. كنت انت فاكر يا لئيم يا قصير انك لقيت الوقت المناسب عشان ترد على عرشي؟ ده انت تبقى مغفل حمار. ادينا فرصه لعلنا بهدوء. انا مش محتاج لعلاج، مش محتاج لعطب. الغطريف ما يموتش بالسهل يا كلام. وانت يا رز يا هداني، يا رز يا كلب، هتدفع الثمن. انت وكل نبت هتدفعوا تمن كل قراط راح من رجلي. انا مش محتاج لرجلي، انا ممكن احكم العالم بايدي دي، ايد واحدة احكم بيها العالم. ده انا الغطريس ومش محتاج لكبير الاعاجم. من غير كبير الاعاجم هحكم العالم. انا الغطريس يا ناس. وهتفضل الغطريس طول عمرك يا مولاي. ترتيبك يا مولاي كله ماشي، وعوالي في بلاد الغرب. انا عايز اروح لعرش بتاعي، عايز اروح قاعة العرش. هتمشى؟ سيبوني انا، انا عايز اتمشى. سيبوني يا كلام. وانت رجع لالي، استناني يا رز، استناني انا جاي، جاي لك يا رز. بس اخف. سيبني يا نجاح، سيبني يا اخو. قلتلك رزق رايح فين يا رزق؟ أبويا مالك؟ اللي بيحصل ساعة ما أمي جابت بركات ده؟ سعيدة خدي شيحة بره بسرعة. وبره ليه؟ بنتي غلطت في إيه؟ أنا اللي خارج. بركات ده لازم أرميه في الخرق ويموت. استني شيحة استني. أنا قلت ده نحس، نحس. اخرسي. مش نحس، لا ده اسمه بركات، حيكون حبيبك واخوكي. مش نحس، لا ده اسمه بركات، حيكون حبيبك واخوكي. وحيعلى عالخل درجات، ومفاخره حيدر واخوكي.
الحكومة فاخر حيدر واخوكي. بركات ماهوش نحسي يا ناس كفوا صوتكوا خواتكوا. بركات ماهوش نحسي يا ناس كفوا صوتكوا خواتكوا. ده نورو نار بدري والناس تمسيروا يحيي مواتكوا. دياب 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 فارس الزغابة اللي جاي. البومة بنت الفوايد اتوحمت على صقر. صقر يا ابن الزغابة والسكة هتكون قصادك للديوان. سرحان ما ينجب صقر والقاضي بدير ابن فايد الخسيس الدون ما جابش غير النتاية. يبقى ما عادش فاضل قصادك غير ابن رزق الهلالي. ورزق جاب عبد ابن عبد يا امير الزغابة. رزق؟ طبعا سمعت. ما بتردش ليه؟ القاضي بدير خسيس وندل. ما قلت عارف الخسة جاية منين بالظبط؟ من الطمع يا رزق، من الطبع الخسيس اللي زي طبع بدير، من اختلاف المصالح. هنا بحيرة الطير، هنا اللعنة، هنا خضرة توحمت على الغراب. طب ليه؟ رزق يا هلالي، أنا عقلي اتشرخ خلاص. فوت الفرصة عليهم. يعني أنت ما صدقتش كلام خضرة شريفة يا غانم؟ هيه